رتن الجبل الواقع في صربيا، وتحكى عنه الكثير من الأساطير المختلفة والقصص التي جذبت قبل عدة عقود آرثور كلارك الكاتب البريطاني البارز للخيال العلمي. وفي كل سنة يتزايد عدد السياح، خاصة بعد تأسيس المركز الإثني رتن بلاشيفيتش. قال دراغان كوسانوفيتش مدير التسويق لهذا المركز في حديث لإذاعتنا إن جبل رتن أحد الجبال المثيرة في صربيا الشرقية، وإلى جانب الأسطورة توجد أيضا سجلات حول مجيء الفيلق الروماني بعد خوض الحروب إلى جبل رتن، حيث تشفى جروحهم بسرعة. واليوم يتحدث عما يسمى بوردة الرياح التي تجعل هذه المنطقة مكانا صحيا يؤثر إيجابيا على صحة الناس، وكان هذا بالذات الدافع لبناء مركز إثني على الجبل ويمثل واحة داخل الواحة. ونظرا إلى الناحية المعمارية فإن هذا المركز يتطابق تماما مع الصورة الطبيعية حوله، وإلى جانب الفندق الذي يذكرنا بشكله بالبناء الشعبي التقليدي، وتوجد بجواره البيوت الأصلية القديمة التي تعود إلى أكثر من قرن واحد. وتتاح للضيوف المركز الإثني رتن بلاشيفيتش قضاء إجازة نشيطة في دروب للمشاة وملاعب التنس والكرة الطائرة وكرة القدم والطيران المظلي. وبالنسبة لمحبي الصيد يتم تنظيم رحلات صيد الخنازير البرية وأنواع الماعز والديوك البرية. ويمثل جبل رتن بوابة صربيا الشرقية، يبعد عن بلغراد نحو 200 كيلومتر بالقرب من باراتشينا ومنتجع سوكو والمكان الأثري فيليكس روموليان ومدينة النبيذ الفريد من نوعه في أوروبا. جبل رتن يمثل جزءا من سلسلة جبال كارباتا، وهو جبل جيرة على شكل هرم، وبسبب شكله غير العادي ووجود الانحراف المغناطيسي وانحراف الجاذبية فإن الطائرات لا تحلق فوقه، فإن جبل رتن تجمله هالة غامضة. ويقول أهل المكان إن هذه ليس صدفة، حيث غالبا ما توجد غيمة فوق الجبل وكأنها هالة. ومن بين الكثير من الأساطير غالبا ما يذكر أنه يختفي في بطن الجبل كنز الساحر الذي عاش هنا، ولا يستبعد أن هذه الأسطورة ظهرت بسبب حقيقة وجود المنجم الذي كان ملكا لليهودي يوليوس مونخا قبل الحرب العالمية الثانية. ومن المثير للاهتمام أن الجهتين الشمالية والجنوبية للجبل مختلفتان كثيرا حسب العالم الحي فيها. الجزء الشمالي يرتفع بشكل حاد من وادي النهر الأسود، أما طبيعة الجبل فتجعله مكانا مناسبا للطيور الجارحة. ومقارنة بالجهة الجنوبية فإن الجهة الشمالية مناخ أكثر شدة، وهكذا بقيت بعض النباتات النادرة التي تعود إلى الماضي البعيد من كوكبنا. وبسبب المناخ اللطيف فإن الجهة الجنوبية من الجبل سهلية صالحة لأن تكون مراعي، وينمو فيها توت العلق ونوع من الفل، مع أن نبتة شاي الرتن هي الأكثر شهرة على الجبل. وحسب الأسطورة فإن الأتراك قاموا بتربية هذه النبتة في أماكن تواجد حرمهم، وقبل قرون عديدة وبعد تحرير صربيا من عبودتهم في القرن 19 نقلت هذه النبتة إلى جبل رتن، وزرعوها على ارتفاع 1000 متر فوق سطح البحر، وهو المكان الوحيد الذي يمكن أن تعيش فيه.
وفي بداية شهر أغسطس فترة جمع هذه النبتة تقوم الجمعية السياحية بتنظيم رحلات وأعداد حفل غذاء في الطبيعة. منذ أواسط القرن الماضي يوجد جبل الرتنة تحت حماية المعهد القومي الخاص بحماية الطبيعة، ويعتني المعهد بكل صنف نباتي وبالدرجة الأولى من أجل الحفاظ عليه وحمايته. وعند تشييد منشأة ما يحترم التقليد ويعتني بالحفاظ على الطبيعة.